لما إسرائيل أو الكيان الصهيوني المحتل يضرب في غزة عادي، يضرب في الضفة عادي، يضرب جنوب لبنان عادي، يقتل الناس عادي، الستات يتقتلوا عادي، العيال الصغيرة رضع كانوا أو أطفال عادي، طب نضرب المستشفيات عادي، اضرب الكنائس ودور العبادة برضه عادي، طب يلا بينا كمان هنضرب المدارس عادي، طب محطات المية عادي. يعني ايه عادي يا يوسف؟ يا فندم عادي، كم اجتماع لمجلس الامن وموقفش ضرب النار على فلسطين لانه عادي. طب واجتماع الجمعية العامة، الاجتماع الطارئ، اجري يا جدع كله يلبس هدومه وينزل، اطلع على نيويورك صوت، صوتنا أغلبية 120 عادي. طب هو في كم قرار من الأمم المتحدة لم يحترموا الكيان الصهيوني المحتل؟ عادي. طب كم قرار طلع من مجلس الأمن ولم يحترموا الكيان الصهيوني المحتل؟ عادي. طب الكيان الصهيوني المحتل اقترف جرائم حرب وهناك ملفات مقدمة إلى محكمة الجنائية الدولية، هي دي أول مرة؟ لا. وقبل كده برضو حصل حاجة؟ لا عادي. طب النهاردة في عندنا مدعي لهذه المحكمة رجل يبدو جيدا، يبدو نزيها، يبدو شريفا، أنا معرفوش، لا ليا حاجة عليه ولا ليا حاجة معاه، لا ضده ولا معاه، بس بيقول هذه الأمور قد ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب. عارف لما بيقول كده ليه؟ بيقول كده لأنه هو محتاج يحقق، بس الراجل مش عارف يحقق. عادي يا ابني، دي إسرائيل عادي، تعمل اللي هي عايزاه عادي. طب هو العالم منتظر ايه؟ منتظر قرار الام الرؤوم في واشنطن الولايات المتحده الامريكيه تقول لاسرائيل وقف ضرب بقى. طب وهو امريكا هتقول لاسرائيل وقف ضرب بقى لحد دلوقتي؟ لا. ليه؟ عادي. نتنياهو واخد قرار انه هيكمل ضرب، عادي، كل شيء عادي. في منطقتنا العربية عندما يقتل الناس وتراق الدماء عادي. إسرائيلي يتخربش في وشه وهو بيحلق دقنه الصبح مش عادي، لأنه أكيد أكيد اللي خربشه أكيد عربي. لا، ده اللي خربشه مش عربي، ده أصله كان بيحلق دقنه، يبقى الموس عربي، مكنة الحلاقة عربي، صابون الحلاقة عربي، في حاجة عربي في الموضوع. فإسرائيل هتتمرمغ في الأرض وتعيط وترفص، الحقونا، العرب عايزين يرمونا في البحر. طبعا مش عادي. لو حد تخربش في أوروبا مش عادي، الحق اللي بيحصل في أوكرانيا طبعا مش عادي، لكن العرب لما يموتوا ويتذبحوا ويتهجروا بالنسبة لهم عادي، بس مش هيتهجروا. النهاردة تقعد مع مجموعة من الناس أفاضل جدا بصراحة، وجنسيات مختلفة، يعني جنسيات عربية وجنسيات أوروبية بالمناسبة، وحديث ملوش أصلا علاقة بالسياسة، بس طبعا السياسة لازم تلقي بظلالها في القعدة. فحد من السادة الحضور قال لي يا يوسف، انتوا ليه رافضين مسألة التهجير؟ فقلت له قول لي ايه المنطق في التهجير؟ قال لي الوضع الانساني 100 سنة يا اخي، الناس دي بتتذبح وبتتقتل، طيب يعني جزء يجي عندكو، جزء يروح الاردن، جزء بقى يهاجر وياخد بعضه ويعمل هجرة على كندا، على مش عارف ايه. فقلت له يعني الوضع الانساني الصعب. قال لي تخيل انت بلد بتضرب كل يوم، شعبها بيضرب وبيتقتل، وكل الانتهاكات المتصورة وغير المتصورة بتحصل، داخلين على 100 سنة يا يوسف، انقذوهم. الراجل بيتكلم من قلبه، خلي بالك انا بكلمك بأمانة، بيتكلم من قلبه. قلت له انا ما شفتش في حياتي أمة هجرت من ارضها علشان بتحتل، ما شفتش. قلت له بلادك وقعت تحت الاحتلال هجرته؟ قال لي في ناس كتير هجرت. قلت له في فرق ما بين ناس كتير هجرت وانه تم تهجير شعب، دي حاجة ودي حاجة. فقال لي مظبوط. قلت له حلو خالص. وبلادي تم احتلالها، هجرنا؟
سيبنا البلد يعني، قلنا هنسيبها عن بكرة أبيها وخلاص الأمر لله من قبل ومن بعد، نسيب الفرنساوية قاعدين ولا نسيب الإنجليز قاعدين؟ لا. قال لي بس الوضع الإنساني اللي حاصل دلوقتي في فلسطين، أنا بقول لك بقى شوف هنا وجهات النظر بيتم التفكير فيها إزاي، بسبب فعلا مش هزار، بسبب كم ضغط من الإعلام الغربي لأنه تتحشي الأدمغة بمجموعة من الأفكار دي، حاجة مخيفة جدا جدا. الراجل بيتكلم من قلبه أنه هو خايف على الفلسطينيين، والراجل ده أنا أعرفه صديق يعني، بيتكلم من قلبه أنه لأ وأنا الفلسطينيين والإنسان والبشرية وبتاع، بيتكلم من قلبه جدا. فأنا قاعد عمال بتكلم معه، قلت له طيب افترضنا أن وجهة نظرك صح وافترضنا انهم دخلوا، السؤال يقعدوا قد ايه؟ قال لي يفضلوا قاعدين بقى. قلت له كويس، ويفضلوا قاعدين بصفاتهم ايه؟ فلسطينيين ولا مصريين؟ قال لي ما هو بالوقت بقى ياخدوا الجنسيه المصري. قلت له اه، يعني انت عايزنا نقف قدام محكمه الانسانيه ومحكمه التاريخ ولو بعد 100 سنه يتقال ان مصر قضت على امه، حط قامت شعب، نهيته من الوجود، أرض تصبح فاضية يسكنها ناس أجانب، والناس اللي أصليين السكان الأصليين بتوع هذه الأرض نسمح، إحنا نسمح بأنه لا يبقى في كلمة فلسطين على الخريطة ولا يبقى في كلمة فلسطيني في الأنثروبولوجي، خلاص كده راحت بعد 100 سنة ما بقاش، أنت عايزني أجنسك يعني خلاص بقى عندي. قال لي حتى لو فضل باعتباره جنسيه فلسطينيه، تقول لا حول ولا قوه الا بالله، طب انا هفضل اقعده عندي في مصر كفلسطيني وبالتالي ما يتمتعش بحقوقه الكامله داخل الاراضي اللي هو عايش عليها لانها مش ارضه مش وطن، وده طبيعي. قلت له لا نقبل كبلد دوله مؤسسات ولا نقبل كشعب ان انا شارك في هذه الجريمه، ازيدك من الشعر بيت، ولا الفلسطينيين يقبلوا على نفسهم ده على الإطلاق، لأنه لو الفلسطيني يقبل على نفسه ده ما كانش اتقتل وهو متشبث بتراب أرضه بترابه الوطني. الناس دي لو كانت عايزة تكت طريقة الهروب أسهل من طرقعة صباعين مع بعض، كانوا سابوها، بس ما سابوهاش. أنا شفت فيديو لراجل أب، هذا الأب من 3-4-5 أيام كده مسك صندوق حلويات كده بونبوني على نعناع، غالبا طبعا يعني شايفه لونه ازرق، انا فاكر الحاجات الحلويات اللي جوه الغلاف بتاعها ازرق، فعمال يشيل يكبش ويرمي على الناس في الشوارع في غزه. فواحد بيقول له انت بتوزع الحلوى دي ليه؟ قال له على روح بنتي الشهيده، ومش باقي لي غير واد، كلهم ماتوا. ده مش هيسيب ارضه يا جماعه، ولا انا عايزه يسيب ارضه ولا هو عاوز يسيب ارضه، ولا انا هقبل ان هو يسيب ارضه ولا هو هيقبل انه يسيب ارضه. احنا مش هنشارك ابدا في هذه الجريمة الكبرى. الامريكان يبقوا عايزين يشاركوا في ده لان هم اصحاب اكبر جريمة اضطهاد وتطهير عرقي في التاريخ، قتلوا الملايين عشان يبقى في امة اسمها الامة الامريكية، ناس بيض من أوروبا جم سكنوا منطقة ما فيهاش العرق ده أصلا ودبحوهم عشان يعيشوا مكانهم يقبلوا. الصهاينة عاوزين يدبحوا الفلسطينيين ويعيشوا مكانهم، هم يقدروا يستقبلوا. أنت بتتكلم على كائنات مجرمة بحد ذاتها، ناس تاريخها في الأرض، تاريخها كمجتمعات بشرية مجرمين، عايزنا احنا نقبل بهذا الجرم ونشارك فيه؟ يعني مش حتى نصمت عنه ونشارك فيه؟ خلي بالك هي مصر رفض مسألة إعادة التوطين والتهجير مش بس لأرضها ولا لأي حتة في العالم، مصر رفض تهجير الفلسطينيين لأي حتة في العالم مش بس عندنا، عشان ذهنك بس ما ياخدكش لبعيد، لأنه بالمناسبة هو ما فيش حد وقف جنب فلسطين قد مصر، لا من القريبين ولا من البعاد، ده على بلاطة عشان بس نبقى ايه متفقين كده والامور واضحة، محدش يزايد على مصر خالص، ده مصر تزايد على الكل ان ارادت، بس مصر مش بتاعت مزايدة. انا بقول لك تاني اهو، لا من القريبين ولا من البعاد،
لا من الاصحاب ولا من الاخوات ولا من العدوين. محدش خدم القضية دي واتدبح علشانها. المصريين ماتوا عشان الفلسطينيين، فوق 100,000 شهيد مصري عشان فلسطين. هو انا دخلت 48 عشان نفسي؟ ولا تم استهدافي في 56 بس عشان القناة؟ ما هو برضو علشان 48 ووقفتي، و67 عشان فلسطين، و73 كانت برضو النتيجة من النتائج إلى آخره. أنا خضت 5 حروب وراح مني 100,000 شهيد عشان فلسطين، فمحدش يزايد عليا. محدش عمل عشر اللي مصر عملته، فمحدش يزايد علينا. مصر رافضة توطين الفلسطينيين في أرضها بس؟ لا، ولا في الأردن ولا في لبنان ولا في كندا ولا في أسبانيا ولا في اسكتلندا، وأنا بسمي لك الأمور بمسمياتها. وش لا، ده الموقف المصري وده الإصرار عليه، وده موقف الدولة والمؤسسات و105 مليون مواطن العالم شافهم قدام عينيه في الشارع. طيب، من الجوانب المشرقة، ويمكن زي ما كان بيتكلم زميلي العزيز محمد، رسالة للداخل والخارج، ده فعلا وجود الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة في محافظة شمال سيناء ومعاه هذا العدد الغفير من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والنواب والصحفيين والزملاء المذيعين ورؤساء التحرير إلى آخره في شمال سيناء، رسالة للكل. زي ما زمان في 2018 بدأنا عملية شاملة لتطهير سيناء من الإرهاب، جيش مصر وشرطة مصر والمصريين في سيناء، أهالينا السيناوية يعني، النهاردة بنعمل العملية الشاملة لتنمية سيناء من غربها لحد آخر نقطة في شرقها. فهمنا فهمنا. بيعلن الدكتور والله فهمنا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري من محافظة شمال سيناء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق المرحلة الثانية من تنمية شمال سيناء. وبيأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى في فبراير اللي فات اللي هو 2023، وده عقب الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب، إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية شمال سيناء. في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذه الزيارة بتاعت النهاردة الصبح، أشار إلى أنه الخطة المستهدف تنفيذها في شمال سيناء خلال 5 سنين هتكون في 6 مراكز بالمحافظات بتكلفة كم بقى؟ 363 مليار جنيه. اللهم بارك. اسمع دكتور مصطفى قال ايه. فبراير لما سيادة الرئيس في اثناء اصطفاف المعدات اللي شاركت في عملية او اللي اعلن انه هتنزل وتشارك في اعمال تنمية واعمار سيناء، اطلق ان هيبقى في خطة تطوير استراتيجي هتبدا الدولة تعلن عنها وتنفذها الدولة المصرية. وهنا انا مش بتكلم على سيناء بس، انا بتكلم بحكم ان انا موجود في شمال سيناء، انا هنا بتكلم فقط على ما هيتم في شمال سيناء وليس في جزيرة سيناء كلها. الرؤية اللي هتبقى موجودة النهاردة رؤية شاملة بتشمل كل مناحي الحياة في شمال سيناء، عشان زي ما بنعمل عملية التطوير اللي حضراتكم تابعتوها في كل حتة في مصر، شمال سيناء هتبقى ان شاء الله من افضل المناطق على مستوى الجمهورية في كل شيء، على اعلى مستوى في كل التخطيط والتنفيذ اللي هيتم على هذه الارض المباركة ان شاء الله. احنا بنتكلم على حجم، اذا كنا بنقول ان اللي كان نصيب شمال سيناء من العشر سنين اللي فاتت 283 مليار، احنا بنتكلم ان الخطة الجاية اللي بنستهدف في 5 سنين ان احنا ننفذها بنتكلم على 363 مليار. ايه السبب ورا ان كل الناس دي موجودة مع دكتور مصطفى؟ يعني ده مش بس تعقيبا على الكلمة، لان انا شرحت الكلمة قبل ما كان دكتور مصطفى، نشوف الجزء ده منها. ايه السبب ورا وجود كل الناس دول؟ بمنتهى البساطة، دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس جايب كل الناس دي اللي بتمثل كل طوائف الشعب المصري، فنانين، مثقفين، كتاب، مذيعين، رؤساء تحرير، سياسيين، رجال أعمال، مجلس نواب، مجلس شيوخ، إلخ إلخ إلخ، علشان تبقى الرسالة واضحة قدام الكل، إحنا مش واقفين ومش هنقف. ده واحد. اتنين، علشان كثرة الكلام وكثرة اللغط
ادي الوضع قدام حضراتكم عيانا بيانا. سينا الحمد لله زي الفل، امنه هادئه مستقره. طيب سينا بتتعمر بايد ولادها. طيب سينا هتتعمر بايد كل المصريين بفلوس كل المصريين. اطلاق خطه، مش هقول لك طموحه ولا خطه حالمه، اطلاق خطه بهذه الواقعيه لكن بهذا الحجم. ودي مرحلتها التانية، معناها انه احنا شايفين الطريق ومكملين عليه وانه الاوضاع هتفضل مستقرة. بصوا يا جماعة من الاخر كده، يعني اللي بيحصل في سينا ده بيقول والله العظيم ما في تهجير، انطبقت السماء على الارض ما فيش تهجير. ده من الاخر كده. اتنين، وما فيش قلق. الرئيس قالها في الملتقى الصناعي، ما تقلقوش وعيشوا حياتكم عادي جدا، مصر دولة قوية جدا. طب هي قوية جدا بس يا فندم بجيشها؟ لا، الرئيس انا بيقول لك ايه، لا ده هي قوية بجيشها وكل مؤسساتها وشعبها. طب واقتصادها؟ الاقتصاد العالمي كله بعافية، مفهوم، وكلنا بنمر بأزمة اقتصادية، مفهوم، بس احنا عندنا مسار وخطة وتصور ورؤية وماشيين فيها وإلى الأفضل جدا جدا. قول إن شاء الله. والدليل اللي بيحصل في سينا، والدليل الضخ الاستثماري اللي بيتعمل في سينا. بنتكلم على استثمارات، احنا كنا بنقول كام، 363 مليار لو أنا فاكر الرقم اللي شفناه لسه حالا من شوية مع دكتور مصطفى في البرزنتيشن اللي كانت معمولة. دي دولة خايفة أو قلقة؟ 363، هل دي دولة خايفة؟ لا. قلقة؟ لا. متوترة؟ لا. تنظر إلى أنه ده احتمال يجرى كذا أو كذا؟ لا، مفيش، مش هيحصل، ولا حد في الدنيا يقدر يخلي ده يحصل. مش بس كده، هي دولة لديها خطة وتصور اقتصادي واضح للمرحلة اللي جاية، الخمس ست سنين اللي جايين دول واضحين وضوح الكريستال. عارف انت كريستال كلير؟ هما كده. فاصل ونكمل الكلام. احنا رؤيتنا لشمال سينا زي ما قلت لحضراتكم انها هتكون مركز كبير جدا لمصر، مركز عمراني صناعي وتجاري وزراعي وسياحي. الشباب الصغير اللي عنده 15 و20 سنة اللي جايز ما حسش ولا عرف بأهمية هذا المكان يظل يشعر إن هذه الرقعة من الأرض كلنا نموت عليها ومفيش ذرة رملة تتاخد منها.
خدتوا بالكم، سيبك من الارقام دلوقتي خلاص، يعني سيبك من ايه بكام، مش دي مش ده الموضوع، لان لو قعدنا حسبناها من ايه بكام هنتخض، هنتخض بجد. لكن انت تابعت احجام المشروعات، اعداد المشروعات، نوعيه المشروعات. يعني دايما انا في رايي، يعني على ذكر انه اشرف كان بيفكرني دايما كده، ان اقول لا تتوقفوا ابدا عن التفكير. اه بعد اذنكم، لا تتوقفوا ابدا عن التفكير. لما تيجي تشوف هو احنا من امتى كنا بنحلي ميه البحر وبنعالج ميه الصرف الصحي، انا بكلمك على سينا كمان بالتحديد، انت بتتكلم على صرف صحي ومحطات معالجه صرف صحي، وبتتكلم على محطات تحليه ميه بحر، وبتتكلم على حقول طاقه شمسيه، وبتتكلم على محطات كهرباء. انا كل ده، كل اللي بقوله لك ده بنيه اساسيه يعني. طبعا انت فاهم انا بقول لك كده ليه. احنا من ساعه ما استلمنا سينا تقريبا ما عملناش فيها حاجه بجد. يعني يمكن اظن اكبر مشروع اتعمل في سينا كان 1988، كان مشروع سد الرافعه، وده كان في وقت اللي هو منير شاشة الله يرحمه يا رب. ده كان اظنه اكبر مشروع، اظنه، انا ما اكدلكش يعني، اقول لك اظنه. انا فاكر رحت سد الرافعه ده زمان. طيب حجم المشروعات، حجم المشروعات مش تكلفه المشروعات، التكلفه دي قصه تانية وكبيره وطويله يعني، بس حجم المشروعات ونوعيه المشروعات. طب هو احنا بس بنتكلم على بنيه اساسيه، او تعال نفكر مع بعض في مفهوم البنيه الاساسيه ايه. هل مفهوم البنيه الاساسيه هو الصرف، صرف صحي وصرف صناعي مثلا لو في صناعه، وان احنا نمد كام ماسوره ميه فيبقى نقول عندنا ميه حلوه للشرب، وممكن ان احنا ندخل شويه ميه عن طريق ترعه السلام فيبقى في عندي ميه لاجل الزراعه الى اخره. لا، انت خدت بالك في كم مطار موجود في سيناء؟ يعني ما بين، طب انت كنت تعرف ان في حاجه اسمها مطار البردويل الدولي؟ طيب مطار سانت كاترين اللي ما كناش حاسين بيه، ما كان موجود ما كناش حاسين بيه، اتعمل له خطه مش لرفع الكفاءه، ده تطوير شامل كامل متكامل. ده مطار سانت كاترين على سبيل المثال يعني. لو تجيبوا لي البتاعات هنا كمان تبقى جميله قوي، عشان تعرف طبعا العتب على النظر الواحد ما بيشوفش من بعيد كويس. طيب وانفاق تحيا مصر اللي ربطت شبه جزيره سيناء ببقيه القطر المصري، ده مثلا يعني. طيب والكباري اللي اتعملت، طيب والمساحات الزراعية اللي اتعملت، طيب والمساحات الزراعية المنتجة واحنا بنتكلم دلوقتي، طيب والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية اللي بتتعمل في سيناء. طب خد بالك بس انه الفيديو جراف ده مش بيتكلم بس على شمال سيناء، بيتكلم على الجنوب. حقيقة نفسنا بنتكلم على سانت كاترين، وبنتكلم على الطور، وبنتكلم على شرم الشيخ الى اخره. ايه ده؟ اهو ده مثلا طريق مطار العريش، ده طريق بغداد بئر لحفن 42 كيلومتر. بنتكلم، بص كلمة 3.3 مليار و10 مليار و9 مليار وحاجات زي كده، دي حدوتة مطار البردويل الدولي. قول لي انت بقى، تطوير مطار شرم الشيخ، واظن ناس كتير مننا سافرت شرم كويس، غير كمل انا معاك اهو، والله بتكلم بجد. طيب ده مطار سانت كاترين زمان، طب دلوقتي احنا بنشتغل على تطوير بيحصل حالا لمطار سانت كاترين. كمل اللي بعده، تطوير ميناء نويبع. احنا بنتكلم على الجنوب اهو، مش بس على الشمال عشان بس تبقى في شايف. طيب ومينة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية الملحقة بيها، ودي بالمناسبة منطقة صناعية عملاقة. انت هنا بتتكلم على منطقة فعلا عملاقة ما بين الميناء وما بين المنطقة الصناعية، يعني حقيقي يعني. يعني والله العظيم الحته بتاعه شرق بورسعيد دي تحديدا، انا بقول لك اهو هيجي يوم وهتقارن في يوم من ذات الايام وليس بالبعيد بروتردام، هتشوف. طيب ميناء طبا البري، تعال خش كمل، مواني جافه والمواني العاديه بتاعه البحر والمواني الجويه اللي هي المطارات الى اخره. بص تحليه مخطط، محطه تحليه مخطط انشائها بشمال وجنوب سيناء والاسماعيليه والمرافق الاساسيه بتاعتها قدام حضرتك. اللي بعده، هات يا عبد العظيم، دي صور حقيقيه بالمناسبه من الواقع، بني ادمين اهم 27 محطه تحليه ب 15 مليار جنيه. كمل. ايوه
تحلية مية البحر في راس سدر بطاقة 30,000 متر مكعب يومي، اضرب في عدد الأيام هتعرف الطاقة الكاملة سنوية اللي هو 365 يوم، يعني 1.6 مليار جنيه. قلنا أيوز سيبك بقى محطة تحلية بحر برضه، يعني سيبك من الفلوس. أهو أنا شايف أهو ميتيتو ماشي. تكلفة محطة تحلية مية البحر في الشيخ زويد 5,000 متر مكعب يومي، تحلية مية البحر في دهب 15,000 متر مكعب يومي. خش اللي بعده اللي بعده. طيب تحلية مية البحر في طابة 1500، ده كام؟ ايه ده؟ 1500 متر مكعب يومي. تحلية مية البحر في شرق بورسعيد 150,000 متر يومي، متر مكعب. كمل 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 كمل. 600,000 متر مكعب يومي تحلية مية البحر في بحيرة البردويل. كتير 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 ولسه في ايه دي؟ يا خبر ابيض، مشروع بتكلفه 4.2 × 25 مشروع. لكن انا اقصد انه حضرتك تتفرج على اللي بيحصل في سيناء، سواء اذا كان في محافظه شمال سيناء او في محافظه جنوب سيناء، في غرب سيناء او في جنوب سيناء او في وسط سيناء، لازم تبقى انت شايف اللي انت هتشوفه وهتسمعه من دوله رئيس الوزراء. انت هتسمع هتشوف او بالاطلاق هتسمع كلام رئيس الوزراء. انا من انصار حاجه مهمه جدا في الشغلانه بتاعتي اسمها بيكتشر تي في. المواطن لازم يشوف المشروع اللي بنتكلم عنه، اللي احنا هنشوفه هنسمعه رئيس الوزراء هو بيشرح لنا اللي بيجرى واللي جرى واللي لسه هيحصل يجرى. لكن المواطن محتاج دايما، عشان كده انا ببقى مصر مع زملائي، لا هات لي الصور ونتكلم ونشوف، علشان المواطن هو ده اللي هيخش في دماغه عينه مع البروسيسور ده اللي اسمه المخ كده، خلاص سبتت. فرب صورة تغني عن ايه؟ صح، ألف كلمة. إذن خلونا نسمع مقتطف ونشوف مقتطف تحديدا من كلمة دولة رئيس الوزراء ونرجع نكمل الكلام. احنا من ساعة ما بدأنا من 2014 احنا مش بنشتغل في ظروف طبيعية. شمال سينا كلنا عارفين، وأهالي شمال سينا اللي موجودين واللي أنا سعيد إن أنا أشوفهم معايا وقابلتهم يمكن من أسابيع قليلة لما جيت في الزيارة السابقة، كانوا بيعانوا زي ما كلنا بنعاني من ويلات الإرهاب اللي استمر على مدار 10 سنين. إرهاب مقيت، كنا كل أسبوع ما بيعديش إلا وبنسمع عن حادثة استشهد فيها أولادنا من القوات المسلحة أو الشرطة أو أبناء شمال سيناء أو أصيب فيها عدد كبير. فكان هناك خيار إن إحنا نقعد نحارب ونقعد 10 سنين لغاية لما ننهي الإرهاب من غير ما نعمل أي حاجة، وده هيبقى طبيعي وشيء منطقي انها منطقه ساحه حرب وان احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا نحاول نحارب الارهاب. لكن القرار الاستراتيجي اللي خده سياده الرئيس كان من اول لحظه ان احنا لازم ننمي سينا جنبا الى جنب مع دحر الارهاب. طيب اللي احنا بنتكلم فيه واللي كان بيتكلم فيه دوله رئيس الوزراء على المساله المتعلقه بازاي الدوله بتقدر اهالينا اللي موجودين في سينا، وفي نفس الوقت اتكلم دولة رئيس الوزراء على ان كنا بنشتغل في ظروف شديدة الصعوبة. يا جماعة الكلام ده ما بيتعملش في 24 ساعة، مش بس ما بيتعملش ببلاش، الكلام ده اتعمل بأغلى تمن في الدنيا، دم منسي وزملائه ورفاقه، دم أهالينا في سينا إلى آخره، دم البني آدم أغلى حاجة في الوجود قبل الفلوس اكتر من كل فلوس الدنيا. خلوني اخد معانا على التليفون الشيخ عبد المنعم رفاعي، وهو الباحث في شؤون القبائل والباحث في الشؤون السيناويه. اهلا بيك يا شيخ عبد المنعم. اهلا بيك يا دكتور يوسف، ومساء الخير على حضرتك وعلى كل استاذ مصر. ربنا يخليك. ايه النور اللي احنا فيه ده؟ ربنا يخليك يا رب. وده طبعا الحمد لله رب العالمين يا دكتور. ده يعني عايزين نقول للناس كلها في مصر كلها ان الجائزه النهارده، بداية الجوائز النهاردة واللي حضرتك عديته كله والمشاريع اللي عديتها ديت، النهاردة دولة رئيس الوزراء وضع حجر أساس اللي يعتبر مدينتين، يعتبر مدن جديدة، أنا بقول عليها مدن جديدة، شيء رهيب يعني، عبارة عن منتجعات أو يعتبر زي كده كأنك في التجمع الخامس أو في الرحاب وحاجة زي كده. أحلى. النهاردة اتحطت الحاجات دي فين؟ برضو دي حتة مهمة جدا، اتحطت في أماكن طول عمرها منطقة صحراوية ما يسكنش فيها بشر، اتحطت فيها
عشان يبقى زي ما تقول كده عمق أمني قومي، يعني دفاعي استراتيجي للمنطقة، يعني فاهم؟ يعني انتشار غير مسبوق في الصحراء. الشوارع اللي اتعملت مسبقا واتكلمنا عليها، المحاور اللي اتعملت عرضية وطولية في سيناء، ضغطت سيناء، ضغطتها قدام اللي بيبص لها، مش كبيرة، ضغطتها. يعني انت فاهم ازاي؟ حضرتك تروح من هنا لهنا في منت، صح، في حاجة بسيطة. النهاردة بتعمل قرى ومدن في وسط الصحراء في الناحية التانية في الخلف، عشان ما حدش يقول لي بعد كده لا ترهاب ولا غيره. يعني عايز اقول لك النهارده شغل، والارقام اللي حضرتك بتقولها مليارات ديت، لو اتعملت من سنين طويله ما كناش هنعد الارقام دي. لكن النهارده الرئيس بيعمل ارقام بالشكل ده في سينا، يعني انا عايز اقول لك دي تعتبر ده عبور، عبور حقيقي. بص ولو كنا اجلناها يا شيخ عبد المنعم اكتر من كده كانت هتبقى 5 و6 و7 أضعاف الرقم ده. كنا هندفع أكتر من كده بكتير. يعني أنا عايز أقول لسعادتك النهاردة إحنا كان يوم عيد في سينا، النهاردة تنمية وفين؟ ده أنت بينك وبين الحدود مفيش. 7-8 كيلو. أيوه. يعني مفيش. إحنا بنحطش نعمل شغل في منطقة من أهم المناطق في سينا، بوابة سينا، بنشتغل شغل مش عادي. عارف يا شيخ عبد المنعم، التنمية الزراعية على مساحات طويلة ولسه مرة شغالين. مرة زمان كنت مسافر من شمال سيناء لوسط سيناء، مش فاكر كان سنة 2002 أظن حاجة كده، فسافرت أنا وصديق عزيز ليا جدا يعني وصرفيق عمر يعني وسيناوي بالمناسبة، اسمه محمد يسر البولوك، دلوقتي بقى المهندس محمد يسر البولوك، من الشمال من العريش يعني. فخدنا السكة من الشمال للوسط اللي هي لو هي على خط مستقيم طبيعي يعني أظنها تعمل 250-300 كيلو. إحنا سوقنا فوق 700 كيلو يا شيخ عبد المنعم. طلع عينينا عشان نوصل لأصدقائنا اللي كانوا عازميننا على حتة غديوة تستاهل بقك يعني. فعشان نعرف نوصل لهم فوق 700 كيلو أنا ومحمد البولوك. بالطرق دي بقى دلوقتي بساعتين يا دكتور. بس هو ده فعشان كده بقول لك ده ليه؟ كلامك 100% صح. أنا أعرف دلوقتي أتحرك في سيناء بسرعة وبسرعة وطرق آمنة لأنها متسعة ومعمولة بالمواصفات العالمية، وفي نفس الوقت هيسهل لي علي أنا بقى أهالي سيناء نتحرك شرق وغرب وشمال وجنوب ووسط زي ما أنا عايز. فكرة يا دكتور يوسف، فكرة المحاور العرضية والطولية في وسط سيناء كده بتخلي المستثمر ما يشعرش إن هو بعيد عن العمار عشان يعمل مشروعه، سواء زراعي او صناعي، بيبقى قريب، حاسس نفسه ان هو في ثانيه بيبقى الناحيه الثانيه. مع الانفاق اللي اتعملت، مع الكباري، مع شغل، مع الميه اللي الحمد لله بس يعني تمتد شويه شويه، مع الرقعه الزراعيه، مع السكن اللي ارتكب من هنا ومن هنا، حضرتك ما بتشعرش انك انت في صحراء ولا في سينا، ولا هتخاف على فلوسك، هتشتغل. الشغل ده مستقبلي، يعني احنا عايزين اقول لسعادتك ان المحاور والقرى اللي بتتعمل مع المشاريع اللي بتتعمل دي انا بعتبرها خطه 50 سنه قدام، مش 5 سنين. دي خطه لقدام كتير، لخمسين سنه قدام. طب احنا عايز اقول لحضرتك احنا ما شفناش الشغل ده قبل كده خالص يا شيخ عبد المنعم. لا لا ما حصلش، لا ما حصلش قبل كده خالص خالص. بالظبط بالظبط ما حصلش. وده كان يعني ده خلى الارض سينا خصبه دايما ان هي تبقى فيها مشاكل. لكن النهارده انا بقول في كل حته في سينا بقى فيها مشروع، في كل بقعه في سينا ما فيش حاجه اسمها صحراء. يعني حضرتك كل وانت بتمشي بعرض سينا لجوه كده 400-500 كيلو ده تلاقي مشاريع وانت ماشي، الله، سواء الله. زراعه، سواء مباني، سواء غيره، سواء صناعه. ده غير اللي جاي، ده غير انت النهارده عندك تطوير ميناء العريش للطبه، ده مشروع عالمي، مشروع عالمي فوق الخيال. يعني ده هينقل مصر كمان نقله كبيره جدا، اللي هو من يعني العريش لطابه، قناه السويس موازيه، ده اللي يعني هو خط العريش طابه، ده صح، اللي هو حضرتك هتبقى ميناء العريش، ميناء طابه في وسطيهم قطر. ده يعتبر قناه سويس جافه، بس يعني بص بنفس بمسافه اقل واسرع. يا دين النبي، ده مشروع عالمي. خلي بالك المشروع ده، يعني عايز اقول لك للاسف الشديد المشروع ده في الادراج من سنه 90. من سنه 90 مظبوط، وطبعا من سنه 90 في الادراج المشروع ده، ده تنفيذ المشروع ده هيزعل الناس كتير قوي، وده اللي معفره الناس الثانيه. ده المشروع ده قوي، صح، ده اللي معفرتهم ومجننهم طبعا يعني. طبعا يعني انا عايز كمان كلمه دكتور يوسف بعد اذن حضرتك. اتفضل. عايز اقول رساله لمصر كلها والشعب المصري، ارجوك. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال ما فيش حد يجي ارض سينا توطينه وغيره، لا هي لا،
ده أمر كان جاي بالنسبة لنا احنا هي كلمة السر لأبناء سيناء، هي لأ. يعني أبناء سيناء والجيش المصري هنا لأ، يعني لأ ما فيش نملة تيجي على الأرض، انتهى الكلام. فلذلك أنا عايز أقول لأبناء مصر كلها اطمئنوا، ما تلاقوش على سيناء نهائي. يعني الحمد لله رب العالمين احنا بنفهم الكلام اللي بيقوله سيادة الرئيس من بين السطور، طبعا بننفذ فوري، صح. فما تقلقوش، وما تقلقوش كمان على القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولى معروفة مما لا شك فيه. قريب بقى نجي لك يا شيخ عبد المنعم، وأنا سعيد إن أنا سمعت صوتك ومتشرف بيك، كل الشكر. ربنا يخليك الشيخ عبد المنعم رفاعي الباحث في شؤون القبائل وسيناء. طيب خلينا ناخد معانا أيضا على تليفون سيد علاء أجمعيان، عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات العربية. اهلا 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 بيك يا شيخ علاء، عامل ايه؟ اهلا يا دكتور يوسف، ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. اولا طبعا بتقدم بالشكر للقناه الاولى واسره البرنامج التاسعه اللي بتغطي شمال سيناء، خاصه النهارده بمناسبه احتفالات اكتوبر المجيده ومرور 50 سنه على انتصارات اكتوبر، وما زلنا في انتصارات وهنفضل ان شاء الله على طول في انتصارات. تشكرنا على اقل من الواجب برضو، ده اسمه كلام؟ ده احنا اللي نشكركم على كل اللي عملتوه لمصر. عايز اقول لك ان انتم مننا واحنا منكم. طبعا طبعا انا بتقدم بخالص الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه المصريه والشرطه المدنيه واهالي كتير المخلصين اللي هم اهلي. صحيح. انا هتكلم خصوصا خاصه النهارده عن شمال سيناء، لان احنا محتاجين نتكلم عنها. ارجوك اتفضل. شمال سيناء مش مجرد محافظه موجوده النهارده، لا، ده تاريخ، هي بوابه مصر الشرقيه. مجلس القبائل والعائلات المصريه هو كيان تم انشاؤه في 2020 لخدمة المجتمع المصري كله في كل بقعة على أرض مصر. لكن في الفترة الأخيرة بداية من أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل الماضي، بدأنا فعلا نحتفل بالقضاء على الإرهاب. وزي ما قال فخامة الرئيس إن أكبر مشكلة كانت بتقابلنا هو التنمية مع محاربة الإرهاب في وقت واحد. لكن الحمد لله رب العالمين إحنا انتصرنا. طيب انا هقول لحضرتك في نقاط سريعه عشان نعرف الناس يعني ايه شمال سيناء. اتفضل. شمال سيناء تعرضت لارهاب خسيس من اكثر من 12 ل 13 سنه. كانت جزء شمال سيناء ده كله كان هيروح من مصر. لكن بفضل جيشنا وقيادتنا واهالي سيناء المخلصين واهالي مصر كلهم المخلصين والجنود البواسل والدم اللي على ارض سيناء، الحمد لله حافظنا عليها. طيب نبدا نقول ايه حضرتك؟ احنا عندنا انفاق اتعملت، انفاق تحيا مصر، عندنا طرق ومحاور اتعمل، حفر قناه السويس الجديده، مدن عمرانيه جديده. انا مش هعدل على اللي انتوا عرضتوه قبل خلال البرنامج. محطات ميه محلاه باكثر من مليار جنيه. طيب احنا اتصرف على سيناء في التنميه خلال السنتين اللي فاتوا قد ايه؟ تريليون جنيه. اوبا، تخيل الرقم، ما فيش محافظة صرف عليها في الوقت القصير ده. طب تعالى نقول التريليون ده بلغة الاقتصاد، لما اتصرف كان الدولار بكام والدولار دلوقتي بكام؟ يعني خلي بالنا من الحتة دي عشان الحتة دي مهمة قوي. هو ليه كان في استعجال في الصرف وان احنا نصرف؟ لان اللي جاي دايما بيبقى اصعب، لان الحروب الاقتصادية ما بين دول العالم هي اصعب من الحروب اللي حاليا اللي بتحصل في غزة حاليا. طبعا يعني كل الدعم لاهالينا في غزة طبعا، وربنا سبحانه وتعالى معاهم، واحنا كدوله وكشعب احنا في ظهرهم، واهالي سيناء كلها في ظهرهم وبترحب بيهم دايما دايما. احنا جزء يعني قطاع غزه او فلسطين كلها هي حاجه جوانا، عايشه جوانا. صحيح. انا عايز اقول لاهالي غزه، احنا اهالي سيناء فضلنا على ارضنا 10 سنين وابنائنا بتدبح وتقتل على الارض وما سبناهاش وما فجرناش منها. خلي بالكم الارض غاليه، واللي ملوش وطن مش هيلاقي وطن ولا هيبقى عنده كرامه. طيب انا هقول لحضرتك على حاجات احنا عملناها خلال الفتره اللي فاتت. لو حضرتك طبعا كنت متابعنا كويس جدا في انتصارات في احتفالات ابريل، احنا عملنا اكبر مائده في العالم بطول 6 كيلو. أيوه. على شاطئ العريش برعايه مجلس القبائل والعائلات المصريه. ايوه، محدش ينكر ان احنا بدانا بقوه. طيب عملنا احتفالات حضرها اكبر نجوم الفن في العالم العربي لحد 6 اكتوبر 2023. الناس كانت بتتكلم عن التنميه في سيناء. طب انا عايز اقول لحضرتك بس معلومه الناس تسمعها، هو بين القاهره
وشمال سيناء قد ايه؟ العريش 3 ساعات لثلاث ساعات ونص مع الانفاق الجديده. أيوة. الناس فاكره ان احنا في 7 ساعات و10 ساعات والكلام ده كله، لا النهارده من 3 ساعات لثلاث ساعات ونص. طبعا كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في التنميه العمرانيه في شمال سيناء. طيب نرجع ونقول احنا عندنا مهرجان الزيتون. ايوه. اللي هو هيبقى ان شاء الله السنه الجايه مهرجان الزيتون الدولي الاول اللي هو هيضاهي مهرجانات العالم للاستفاده من ثروات سيناء. طبعا اتكلم حضرتك طبعا اكلت كوخ العريش وكنت تمشي في الشوارع تقول ايه رايك في كوخ العريش؟ ايه راي حضرتك فيه؟ النهارده كل ده بنرجعه. مين العريش؟ طيب التطوير الشواطئ من اجل السياحه الداخليه، وده اللي اتكلم عنه معالي دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي النهارده. هو ده حاجه مهمه، واحنا ما عملناش الاحتفالات اللي فاتت دي عشان احنا عايزين نفرح، لا احنا عايزين نبلغ رسائل للعالم كله ان سينا موجوده وسينا رجعت تاني. سينا رجعت بقوه. طيب حضرتك احنا النهارده لما نتكلم على مينا العريش اللي هي بعد طبعا يعني تعقيبا على كلام اخويا الشيخ عبد المنعم رفاعي ان هي ستصبح من اهم مواني العالم على الاطلاق. تخيل ان المينا دي اللي كانت موقوفه سنين عشان الارهاب مش سامح ان هي تتحرك. انا هقول لحضرتك معلومه، ان كان ابنائنا كانوا بيقتلوا ويذبحوا عشان بينقلوا الملح. طيب احنا عندنا ثروات غير عاديه على ارض سينا، منها النخل ومنها الزيتون ومنها الخوخ ومنها الرمال ومنها بحيره البردويل ومنها الشواطئ. طب احنا كل ده مش ده اقتصاد؟ مش ده احنا بنصرف عشان نلاقي؟ هو الاقتصاد عباره عن ايه؟ تكلفه وعائد. صح. اللي انا صرفته النهارده انا هلاقيه بكره من خلق فرص عمل، من استقطاب استثمارات اجنبيه تساهم معايا في تنميه مصر كلها مش مجرد شمال سينا، استقطاب اكثر من 2 ل 3 مليون مصري عشان يجوا يعيشوا في سينا. رفح الجديده دي اتعملت عشان ابناء مصر، عشان ابناء سينا، ما اتعملتش لحد تاني. ردا على مقولات كتيره بره بتقول رفح دي لمين؟ رفح الجديده اتعملت عشان ابناء مصر. كل الدعم من مجلس القبائل والعائلات المصريه للقياده السياسيه اللي هي فعلا على كتفها حمل ثقيل وحمل صعب، لكن النهارده الرسائل اللي توجهت من خلال المؤتمر الصحفي سواء للمعالي دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي او الدكتور ضياء رشوان كانت رسائل قويه. وطبعا انا بشكرك على المداخله الجميله اللي انت حضرتك دخلت فيها النهارده. انا اللي شاكر ليك، انا اللي شاكر ليك لانك انت نورت اكتر من نقطه بصراحه. يعني لو حطيناها على هشام الجخ والكلام دي مش هيقولها زي ما انت قلتها. يا سيدي الله يخليك. لا والله ما تقولش كده، الله يخليك، ربنا يحفظك يا رب. احنا عايزين يعني بس نقول للناس شمال سينا هي بلدكم، تعالوا الصيف الجاي صيفوا عندنا. يا ريت. كل الاجهزه اشتغلت 24 ساعه عشان نوصل للي احنا فيه النهارده، والزياره الكبيره اللي حصلت النهارده هي اكبر رد على استفسارات كثيره جدا. لا ده اللي هيروح يصيف في شمال سينا هيبطل يصيف في اي حته تانية. اللي ما راحش هناك مش عارف، بس حقيقي يعني مش عارف الجمال، مش عارف يعني ايه شواطئ بجد، مش عارف يعني ايه ميه عامله زي الكريستال، مش عارف يعني ايه بلد اهلها زي السكر، مش عارف يعني ايه ارض فعلا مليانه خير، ارض طاهره مقدسه بامر ربنا سبحانه وتعالى. يعني هي بس الناس تجرب تروح وهيبطلوا يطلعوا بقى على الساحل الشمالي، بعد كده هيزحموا لكم شمال سينا، ابقوا استحملونا بقى. أشكرك جدا 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 يا أستاذ علاء، كل الشكر الأستاذ علاء إجمعيان عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية. شفت الكلام المترتب وبهدوء ومن غير أي تشنجات، الراجل قاعد وضح لك كل حاجة بتجرى في سينا من سنين. وكان في سؤال، هل ده حصل قبل كده؟ لا ما حصلش. طيب حجم التطوير اللي بيتعمل وهذه التنمية وحجم ما صرف حتى هذه اللحظة، وبالمناسبة هو مش كتير على سينا، تريليون. طب احنا بنصرف ده علشان ايه؟ بنجيب شاي وسكر؟ لا، ده احنا بنبني بقعة غالية في قلب كل مصري، وزي ما حتى كنا بنتكلم امبارح مع دكتور كريمة، بقعة مقدسة بنعمل لها إعادة تنمية مرة تانية فتنور في العالم. بالمناسبة المسافة ما بين مينة العريش ومينة بورسعيد في عرف المسافات لو حبيت تسميها كده تكاد لا تذكر. انت متصور انه المينتين دول جنب بعض؟ كنت بقولك على مينة بورسعيد بالمنطقة الصناعية بتاعتها دي
لو ما بقتش بتقارن بروتردام أبقى أنا ما بفهمش حاجة، ولو ما تقالش عليها روتردام الشرق الأوسط أبقى أنا ما بفهمش حاجة. وخلينا بس فاكرين، طب تخيل التكامل أو حجم العمل وحجم التجارة الدولية والتصنيع والصناعات التحويلية اللي هتتعمل ما بين المنتين دول. خليك بس فاكر هذا الرجل بخير. لا مش أنا، الرئيس. طيب تعالى واحنا بنكمل في سينا، حقك انك تسأل وماذا عن المشروعات الصحية. هقول لك 10 مشروعات في سينا بتكلفة 330 مليون جنيه. معانا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. اهلا 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 يا دكتور حسام. يعني مرحبا بك التدريس، تحياتي لحضرتك، ودائما سعيد بتواجدي مع حضرتك. لا ده انا اللي سعيد جدا 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 وبتشرف بسمع صوتك دايما. المشروعات الصحية في سينا يا فندم، يعني خلينا نقول انه المشروعات الصحية في سينا منها ما بدأ منذ العام 2014 حتى 2023، ومنها ما هي مشروعات مستقبلية كما أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم في زيارته وكان بصحبته الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. احنا النهاردة بنتكلم على 10 مشروعات انتهت منذ عام 2024 حتى 2023 بتكلفة إجمالية ما يقرب من 937 مليون جنيه. تطوير مستشفى العريش وإنشاء مبنى الغسيل الكلوي، بإضافة 86 مكينة غسيل كلوي جديدة إلى المكان اللي كان موجود، مستشفى التطويرات اللي حصلت في مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بإضافة 50 سرير تقريباً، بالإضافة إلى المستشفى استقبال وطوارئ بغداد ومستشفى استقبال وطوارئ رمانة وبير العبد، ده بالإضافة إلى الوحدات الرعاية الأساسية اللي تم إضافتها وتم بنائها في أكثر من، يعني في ما تم بنائه وجاري الانتهاء منه، إحنا بنتكلم على أكثر من 33 وحدة رعاية أساسية أو مركز رعاية أساسية في شمال سيناء، 8 في العريش و5 في بير العبد و10 في الشيخ زويد وفي 7 في أو 6 في نخل في شمال سيناء. ده بالإضافة إلى أنه عندنا مشروعات أيوة مستقبلية خلال الفترة القادمة يمكن بتكلفة إجمالية إن شاء الله تبلغ أكثر من 8.3 مليار جنيه، يبقى يبلغ كده إجمالي ما تم أو رصده أو تخصيصه للإنفاق على تطوير المنظومة الصحية حتى العام 2030 في محافظة شمال سيناء 9.3 مليار جنيه مصري. ده كله لأن السيد الرئيس والقيادة السياسية تؤمن أن تطوير شمال سيناء هو جزء من الحفاظ عليها مصرية دائما وأبدا. 100% كل ده شمال سيناء بس يا دكتور؟ احنا بنتكلم على شمال سيناء فقط. يا نهار أبيض، ما شاء الله ما شاء الله. لا دكتور أنا هتقل عليك لو طلبت انك تنورنا نتكلم على حجم المشروعات والتطوير والمشروعات المستقبلية حتى 2030 في سينا كلها، ابقى بتقل؟ على عكس، يشرفني جدا. خليني بس اقول سريعا كده، احنا بنتكلم على 7 مستشفيات، 33 مركز ووحدة صحية، و56 نقطة اسعاف. الله. وده تمهيدا لان تنضم محافظة شمال سينا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، لتكون من أوائل المحافظات التي يتم تطبيق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل بإذن الله. عقبالنا في القاهرة لما نبقى كده والله.
دي حاجة تفرح بصراحة. أشكرك جدا يا دكتور حسام، وفي انتظار كده وقت مناسب لحضرتك تنورنا وتشرفنا في ضيف كريم عندنا في البرنامج، دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. فاصل ونكمل الكلام. عارف لما اقول لك لقطات ارشيفيه، اللي انت شفته من شويه ده لقطات مما حدث في غزه. عايز انقل لك دلوقتي على الهوا اللي بيحصل في غزه. غزه بتضرب وانا وانت بنتكلم دلوقتي حالا. اتفضل. السماء اضاءت، حضراتكم سامعين وشايفين ده اللي بيحصل في غزه دلوقتي. ده العدوان الصهيوني على الأراضي العربية الفلسطينية في غزة. مسألة متعدية كل حدود الدفاع الشرعي. بص 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 بص، احنا بنتكلم في مصيبة بتجرى بشكل يومي، تكاد تكون بتجرى كل كام ساعة، مش كل يوم، ده كل كام ساعة. هل ده دفاع؟ حضرتك شايف قدامك على الشاشة القصف، شايف قدامك التفجير، سامع الصوت ده على الهواء مباشرة من غزة على التلفزيون المصري، القناة الأولى المصرية. مين اللي يقول إن دي مش جرائم حرب؟ قصف شديد العنف، واضح ان هو بيستهدف نطاقات واسعه من الاراضي الفلسطينيه. شديد الوحشيه. كم طفل اتقتلوا دلوقتي واحنا بنتكلم؟ مش هقول لك كم منشاه اتضربت، كم طفل اتقتلوا دلوقتي واحنا بنتكلم. لا توجد كلمة واحدة تستطيع وصف أو تستطيع التعبير عن هذه المجازر الوحشية اللي بتقترف بحق الإنسانية، اللي في غزة دول بني أدمين بشر.
طيران العدو بيحلق فوق غزة ويستمر في القصف ويستمر في قتل الأطفال. طيران العدو مستمر في وحشيته، مستمر في اقتراف المجازر والشنائع والسخائم والجرائم والمذابح. طيران العدو مستمر في قتل الأطفال في فلسطين ولسه مجلس الأمن بيتفرج أهو. عزيزي المشاهد، ما تراه الآن هو بث مباشر من قصف العدو لغزة. عدوان لا تقبله شرعية دولية، لا يقبله قانون دولي، لا يقبله قانون دولي إنساني، يتجاوز في كل الأحوال ما يسمى بحق الدفاع الشرعي عن النفس. في وقت سابق عن هذه اللحظات، الجامعة العربية سلمت ردها المكتوب لمحكمة العدل الدولية في قضية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. أنا كنت بقول لك ده ضد الشرعية الدولية، ضد القانون الدولي، ضد القانون الدولي الإنساني، ده بيتجاوز كل ما يمكن أن نسميه بحق دفاع شرعي عن النفس. أنا مهم عندي أن أنا أسمع الرأي القانوني في ذلك. دكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أهلا بحضرتك. وإحنا بنتكلم يا دكتور أيمن، غزة بتتضرب وإحنا بننقل في تلتين الشاشة هو القصف، كل الشاشة القصف اللي بيحصل يا دكتور. الطيران، طيران العدو بيضرب في غزة، وواضح كمان ان في رشقات اطلاق نيران، لان احنا سمعنا اطلاق نيران، طلقات يعني من اسلحة واضح انها متعددات او مدافع رشاشة الى اخره. دكتور ايمن اهلا بيك. اهلا بسيادتك. تمام يا استاذ يوسف، كل اللي سيادتك قلته لا تحفظ مطلق عليه وايده تماما. ومن ناحيه القصف الجوي، الحرب العالميه الثانيه، الدول المتحاربه في 6 سنوات من 1939 حتى 1945 كانوا 25 دوله متحاربه بالفعل. في اول عامين يا استاذ يوسف، في اول سنتين ما قذفوش مثل هذا القذف العشوائي غير المميز الذي ينتهك ويخترق ويخرق كل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني المنظمة للسلوك المتحاربين، وأيضا منظمة لحماية المدنيين الأبرياء العزل أثناء النزاعات المسلحة. إحنا لما بنيجي بندرس أو حتى بنقرأ في كتب التاريخ قبل كتب القانون الدولي، احنا عارفين قصف لندن من النازي هتلر 1940، قصف مدينة جورنيكا الإسبانية من القوات النازية وأيضا القوات الفاشية الإيطالية 1937. بندرس أيضا في شهر مايو 1945 في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية، قصف مدينة ديسردن الألمانية من جانب قوات الحلفاء، ولكن يعني بالأرقام الغربيين يعني وليست من أرقامنا إحنا، أرقام الغرب بتقول أول 10 أيام من القصف المجنون، هذا الجنون المطبق البربري الهمج الذي صدم ضمير البشرية كلها، هذا القصف في أول أسبوعين ناهز وتجاوز ربع القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في أغسطس 1945، وهي القنبلة وشقيقاتها الآثمة السوداء ناجازاكي أيضا في أغسطس 1945، هما القنبلتان اللتان النوويتان بالطبع اللتان أنهيتا الحرب العالمية الثانية. طيب دكتور أيمن، يعني
ما الذي نستطيع فعله؟ ما الذي تستطيع أن تقدمه الجامعة العربية؟ سلمت بالفعل ردا مكتوما لمحكمة العدل الدولية. أيضا هناك أنه المدعي العام للجنائية الدولية يريد أن يفتح تحقيقا، وكان له جملة استهلالية معلنة نقلتها كل الوسائل، وهو يتحدث أنه ما يحدث الآن يرقى إلى ما نستطيع وصفه بجرائم الحرب. أنا متفاهم أنه ما يقدرش يجزم بأنها جريمة حرب إلى أن يتم التحقيق، بس هل سوف يتم حضرتك فتح باب التحقيق أصلا؟ هل سوف يتم السماح له بفتح باب التحقيق؟ هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ أشكر سيادتك. طبعا الصياغة يعني صياغة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هي صياغة فعلا صياغة قانونية منضبطة. القانونيين حينما يصفوا هذه الانتهاكات يتحدثوا بالجد كرايم، جرائم مدعى ارتكابها لحين، زي ما حضرتك قلت، لما المحكمه المختصه سواء كانت محكمه الجنايات الدوليه تحدد بان هذه جريمه ارتكبها المتهم سين او صاد او عين. ولكن يعني انا اطمئن سيادتك وسيادات والساده المشاهدين، المحكمه الجنائيه الدوليه فعلا بدات عام 2021، أي منذ عامين ونصف تحديدا، التحقيقات الجنائية، ولأول مرة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التحقيقات الجنائية في جرائم الحرب المدعى ارتكابها في حملة العدوان، حملة القوات الاحتلال الإسرائيلية، حملة المسماة بالجرف الصامت في قطاع غزة أيضا 2014، والطائفة الثانية أيضا من جرائم الحرب المدعاة هي جرائم المستوطنات الإسرائيلية، وهي جريمة حرب مستمرة. لما بنقول جريمة حرب أو جرائم حرب أو مجرمي حرب، هذا لا يقتصر أستاذ يوسف على العسكريين سواء كانوا قادة أو أفراد، ولكن أيضا كل قائد مدني مسؤول عن المساهمة الجنائية الدولية في ارتكاب هذه الجرائم. سيادتك تتذكر سيبني ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية، وهي سيدة ودبلوماسية، ولكنها شاركت في مجلس الحرب الإسرائيلي في العام 2010 و2011، ومن ثم كانت تهم بالسفر إلى لندن مرتين، وفي المرتين تقوم الخدمة السرية للاستخبارات الإسرائيلية في مطار اللد بإنزالها من الطائرة وتلغى رحلتها مرتين. لماذا؟ لأن كان يترقبها ينتظرها في العاصمة البريطانية لندن مذكرة اعتقال من ليس من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن من القضاء الوطني الذي في هذا التوقيت كان يطبق الاختصاص القضائي العالمي Universal Jurisdiction، وهو يعني أن بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وتقريبا أكثر من 80 دولة في العالم تقاضي تلاحق وتعاقب مجرم الحرب والمرتكبين جرائم إبادة جماعية والمرتكبين أيضا جرائم ضد الإنسانية في أي بقعة في العالم، وبغض النظر عن جنسيتهم وبغض النظر أيضا عن جنسية الضحايا. هذا العام والعام الماضي قامت بلجيكا وسويسرا وألمانيا وفرنسا وهولندا بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم حرب في دول عديدة منها سوريا والعراق وهكذا. لذلك إذا كنت سيادتك بنسأل فين نروح أو ما هي المخارج القانونية في المحكمة الجنائية الدولية بتعمل، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حين زار مصر أمس واطلع على تعويق وعرقلة المساعدات الإنسانية الضخمة اللي جمهورية مصر العربية بتشرف على إيصالها إلى قطاع غزة، فهو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من المؤكد أنه هيقوم بضم كل جرائم الحرب الإسرائيلية المدعاة في الآونة الأخيرة وفي الصدارة منها الرفض التعسفي لإيصال المساعدات الإنسانية وتعويقها.
الرفض بتاع السوف الإسرائيلي أيضا لإنشاء ممرات إنسانية، الرفض الإسرائيلي التعسفي لإنشاء مناطق آمنة. أستاذ يوسف، القانون الدولي الإنساني والدولي العام أيضا لا يترك شردة أو واردة، الجرائم موصوفة، الانتهاكات معروفة، ولكن هناك عمل قانوني دؤوب وجهد طويل أمام الجنائية الدولية تحديدا. لماذا؟ لأن توثيق الجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي أمام القضاء الدولي مسألة يعني ربما تكون يحفها مخاطر ومعايير وشغل قانوني من القانونيين. طب دكتور أيمن واعذرني على المقاطعة أنا آسف، هل المجتمع الدولي أصلا مستعد لمحاكمة الإسرائيليين؟ يعني محاكمات نيورنبرج وحضرتك أدرى مني اتعملت ما بين عشية وضحاها، وصدرت الأحكام بين عشية وضحاها، بل إنه حتى إسرائيل تمادت فيما بعد ذلك وذهبت لملاحقة قادة سابقين وسياسيين سابقين من ألمانيا النازية في كل أطراف الأرض، فاختطفت هذا واغتالت ذاك ولم يحرك أحد ساكنا، اخترقت سيادة دول وخطفت ناس وقتلت ناس جوه دول ومحدش اتحرك من الأرجنتين والأوروغواي وغيرهما. صحيح. هل المجتمع الدولي مستعد يحاكم إسرائيل وقادة إسرائيل، ولا لا عند إسرائيل كله بيروح رافع إيده؟ لا يا أستاذ يوسف، شوف، هو يعني أنا يعني مش عايز يعني أنفر ويكون حديثي نذير شؤم للسيدات والسادة المشاهدين. المجتمع الدولي، الإنسانية البشرية جبلت في عصور عديدة على فكرة البلطجي، فكرة الدولة المارقة العاصية، يعني هذا من بين، يعني حضرتك تتذكر جنوب أفريقيا طبعا، ولا توجد مقارنة بين إسرائيل وحتى أي حتى النازية. يعني إسرائيل فعلا دون ما مبالغة تستنسخ جرائم النازية، تستنسخها وتطبقها. لماذا بقى؟ لأن في مفهوم مصطلح يطبقه الغرب الأبيض ضد الشعوب المستضعفة وهي الشعوب العربية الإسلامية، وهي فكرة الاستعلاء الثقافي، الاستعلاء العنصري، أن الدول العربية لا تنتمي إلى العالم المتحضر، والعالم المتحضر والأمم المتحضرة هي تلك الأمم التي تطبق في عرفهم هم الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان. أنا شايف يا أستاذ يوسف إن يعني إذا كنا جامعة الدول العربية خطت خطوة مهمة وفاعلة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، في لاهاي أيضا للرأي الاستشاري، ليست العدل جامعة الدول العربية فقط ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة ودول ومنظمات عديدة لجأوا علشان محكمة العدل الدولية تصدر رأي استشاري قانوني مهم في طبيعة الاحتلال الإسرائيلي، في العواقب القانونية والسياسية والاجتماعية والصحية والثقافية للسلبية بالطبع الكارثية للاحتلال الإسرائيلي. ولكن إضافة لهذه الجهود يا أستاذ يوسف، أنا بأناشد الإعلام العربي والإسلامي، أناشده أنه ينتهز هذه اللحظة التاريخية الحرجة، ليس في عمر الشعب الفلسطيني ولكن الأمة العربية والأمة الإسلامية. الإعلام، أنا مؤمن بأن الإعلام هو اللي المفروض يتصدر كتيبة الدفاع عن حقوق العرب وحقوق فلسطين، والإعلام هنا لا يعني الإعلام بمعناه التواصل الاجتماعي واللقاءات والندوات والفضائيات، ولكن كل مختلف أشكال الإعلام، الصحف، المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي أيضا، ولكن يكون الخطاب موجه للغرب بلغة الغرب اللسانية
وبلغة الغرب الثقافية أيضا. أتفق يعني معك جدا جدا يا دكتور، أتفق معك جدا دكتور أيمن جدا. علينا أن إحنا نظهر الصورة بالطريقة اللي هم بيفهموها، باللغة اللي هم بيفهموها، علشان نسمع هذه الآذان الصماء والأعين التي لا تريد أن ترى، حتى ولو فتحنا هذه الأعين عنوة وأجبرناها على الإبصار لازم يشوفوا المجازر اللي بتحصل في فلسطين. أشكرك جدا دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، شكرا جدا مرة تانية بجد يا فندم. وأستأذنكم جميعا في فاصل، نعود بعد الفاصل عايزين نتكلم على الدولة اشتغلت إزاي في سيناء ما بين ضحرها للإرهاب وما بين انها تعمل مشروعات تنمويه عملاقه وتعمل مشروعات صناعيه وتعمل مشروعات زراعيه وتخلق مجتمع انساني كثيف في سيناء. دكتور سمير صبري مقرر لجنه الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني خير من يحدثنا، انتظرونا. أن يالله الشهاده. مفيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهرة هي شايفة معها ورد مسجدها. خلينا يعني نرحب وبشدة بضيفنا العزيز دكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني. منورنا. بنورك. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله حلو؟ الحمد طيب. لله. سيناء النهارده يمكن كان دولة رئيس الوزراء موجود هناك مع مجموعة ضخمة جدا وابو سياسيين ورؤساء أحزاب وصحفي كل حاجة وممثلين كل حاجة، وبيعرض قدامهم الخطة التنموية بتاعت سيناء ما بين ما تم عمله وما بين الخطة القادمة بإذن الله لحد 2030. أنا عايز أسمع من الرجل المتخصص العالم بهذه الأمور، تشوف الخطة اللي بتحصل في سيناء دي تودي لفين؟ في الأول طبعا سيناء مش مجرد إن هي أرض أو مكان أو جغرافيا أو إن هي فرصة للاستثمار أو هي مجرد قطعة من مصر، لا هي غالية علينا كلنا. وزي ما النهاردة دولة رئيس الوزراء أشار إن كل رملة في أرض مصر غالية على مصر وعلى المصريين، ولكن سيناء لها طبيعة خاصة. وزي ما كان بيقول أستاذنا الدكتور جمال حمدان، الوادي والدلتا تروب مياه النيل، أرض سيناء تروت بدماء المصريين على مر التاريخ، دي أرض مروية بالدم فغالية علينا قوي. اللي بيحصل فيها ما حصلش في تاريخها. يمكن كل الناس بتقارن العشر سنين الأخرى اللي في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهدته سيناء شمالا وجنوبا من تنمية. اللي يقرأ التاريخ كويس هو مش مقارنة ب30 أو 40 أو 100 سنة. لم يحدث تنمية في هذه المنطقة في مدار تاريخ مصر، لأنها دائما كانت بينظر إليها أنها منطقة صحراوية، إن هي مجرد تجمعات بسيطة بدوية حول أبار المياه ومصادرها، وهي شريط ساحلي هو الطريق اللي بيربط دائما وكان بوابة مصر الشرقية من المنطقة الأخرى وهي الشام والجزيرة العربية. كل الوافدين على مصر سواء كانوا غزاة فاتحين تجار بيمروا حتى للوطن الآخر في غرب القارة الإفريقية وكل المنطقة دي بيمروا من سيناء ومن هذا الطريق. أيضا شهدت هذه المنطقة رحلة العائلة المقدسة فكان لها قدسية خاصة، وقبل كده هي الأرض الوحيدة اللي في كل الأديان تجلى عليها المولى عز وجل، وربنا تجلى على هذه الأرض في جبل موسى في منطقة جنوب سيناء. إذن احنا بنتكلم عن منطقة لها أهمية خاصة جدا وليست كأي مكان آخر. في أطماع في هذه الأرض وهذه المنطقة على مر العصور فيها أطماع، الكل بينظر إليها أن هي البوابة الشرقية للقارة الإفريقية وليس لجمهورية مصر العربية.
اللي يدخل سيناء ويقدر يكون موجود فيها هو تحكم في بوابة القارة بالكامل التي تربطها باليابسة الأخرى وهي قارة آسيا. ما حدث فيها من تنمية ليه ما كانش بيحصل قبل كده؟ في علم الاقتصاد والاستثمار أي مصروف على التنمية، حضرتك هتصرف النهاردة مليار جنيه في شكل طريق أو شكل محطة للمياه أو الصرف، المردود والعائد الاقتصادي بيبقى محسوب حسب العدد السكاني اللي هيخدمهم هذا المشروع، معدل إنتاجهم اللي هيبقى هو العائد على الاستثمار هيكون كام، ويرجع لي المصروف في كام سنة. دائما بكل الحسابات عدد سكان بسيط جدا، مساحات كبيرة مترامية الأطراف عشان أوصل من منطقة حضرية إلى منطقة أخرى، فكنت بلاقي المصروف دائما كبير جدا على العائد منه. يعني نبسط شوية للمشاهد، النهاردة أنا عندي 60,000 كيلومتر مربع مساحة شبه جزيرة سيناء، بيسكنها حاليا في حدود 1,400,000 مواطن مصري سيناوي في الشمال وفي الجنوب، وتقريبا عشان الأرقام تبقى بسيطة المساحات شمال سيناء قد جنوب سيناء، 30,000 في الشمال 30,000 في الجنوب، عدد السكان تقريبا برضو النصف في الشمال والنصف في الجنوب أو الجنوب بيزيد شوية. إذن لو أنا بعمل طريق طوله 400 كيلو متر مربع عشان أربط من عند بورسعيد لحد العريش أو لحد رفح أو أنزل جنوبا من عند السويس وأعدي وأربط بشرم الشيخ والتور والمنطقة اللي في الشرق، الطرق حجم الإنفاق عليها ضخم جدا، هيخدم في الآخر كم مواطن؟ عدد بسيط. طيب إيه المشروعات اللي ممكن تقوم على هذا الطريق يبقى محور للتنمية؟ ما كانتش المشروعات بتكون ذات جدوى اقتصادية في حينه، فكان دايما الدولة تحجم عن إنها تستثمر وتنمي هذه الأرض المهمة جدا. وبرضه أنا بقول ده ليه، الناس دايما تقول طب ليه ما حدش عمل تعمير وتنمية في سيناء؟ إحنا دولة مواردها ضعيفة، اقتصادنا دائما منذ خرجنا من تحرير أرضنا في 73 مرورا بما تم من معاهدات السلام إلى أن استردنا كامل أرضنا في الثمانينات ورفعنا العلم المصري على طابة وكانت آخر نقطة، ما كانش عندنا الفرصة بإمكانياتنا المحدودة أن احنا ناخد جزء من هذه الأموال نستثمرها في هذه الأرض لقلة عدد سكانها وأيضا لعدم الجدوى الاقتصادية السريعة. يجي حد عنده بقى نظرة، وهنا مش بنمجد ونشكر فخامة السيد الرئيس مجرد كلام، لا احنا بنقول بالأسباب وبالتاريخ وبما حدث واللي الناس شايفاه، بنحلل الواقع واقع وبالأرقام. دي منطقة لم يستثمر فيها على مدار 50 سنة بعد ما استردناها أكثر من 50 ل60 مليار جنيه مصري، كنا مجرد الحاجة الضرورة أن أنا أعمل وحدة صحية أطور مستشفى في مدينة ما فقط. يجي صاحب هذه الرؤية يشوف أن المنطقة دي في أحداث 2011 ظهر جليا أنها مستهدفة، أن الإرهاب جاي وعينه على المنطقة دي عايز يسيطر على ده. مين وراء الإرهاب؟ بدأنا نشوف في الأحداث الأخيرة في كيانات محتلة في المنطقة وفي الإقليم عينها على سيناء، وواضح جدا للجميع الآن أن عينهم على هذه المنطقة، فلازم نعمل تعمير. فبقى في يد بتحارب الإرهاب، وفي نفس الوقت وده اللي وضحه دولة رئيس الوزراء، لم ننتظر حتى نقضي على هذا الإرهاب، بدأت التنمية والتعمير. بدأنا بأنفاق قناة السويس، لازم أربط الأرض دي طبعا، عملنا الأنفاق. الأنفاق كان ليها برضو فلسفة تانية، دائما الربط كان في نقطة واحدة، من السويس نعبر نفق المشير أحمد حمدي إلى جنوب سيناء ومنها إلى الوسط والشمال، وكان كوبري السلام وكوبري الفردان كله في منطقة قريبة من هذه المنطقة. احنا جينا عملنا انفاق في بورسعيد، انفاق في الاسماعيليه، نفق جديد الشهيد احمد حمدي 2 في السويس. اذا ربطنا على طول قناه السويس بسيناء، اذا من يريد ان يعبر الى الشمال يعبر الى الشمال مباشره، يقلل الوقت يقلل استهلاك الوقود علشان النقل ده برضو اقتصاديات النقل في المشروعات. بدات مشروعات اخرى ما كانتش حد يحلم بيها وهي ميناء العريش. معنى ان عندي ميناء بهذا الحجم، ميناء العريش طول عمره ميناء صغير جدا للصيد، ولما كانت في فكره في عهد الرئيس مبارك لتطوير هذا الميناء كان ميناء يخوت عشان نستغل هذه المنطقه سياحيا، لا احنا النهارده بنعمله ميناء تجاري من الموانئ ذات الطابع الخاص اللي بتقدر تستقبل حاويات وتستقبل بلك، والناس اللي فاهمه في اللوجيستيك والمواني تقدر تستقبل كمان مواني صب.
يعني اقدر ادخل عليها خامات، ادخل خرده. طيب هذه المنطقه فيها ثلاث صناعات كبرى، عندي صناعه الاسمنت ومواد البناء في ثلاث مصانع ولشركات عالميه ولشركه مصريه وطنيه، عندي صناعه ارقى انواع الجبس الخام في العالم، الرمال البيضاء كلها في هذه المنطقه في شمال سيناء وفي سهل وادي العريش. ياتي ايضا فحم المغاره، هذا المشروع اللي اتنسى، بدا في الستينات مع الرئيس جمال عبد الناصر ثم اغلق ب 67، ولما اعدنا افتتاحه في الثمانينات لقينا الجدوى الاقتصاديه ليه غير مجديه، محتاج معدات كبيره، في احتياطي ضخم ولكنه على اعماق بعيده كبيرة. النهارده مع ارتفاع اسعار الطاقه وارتفاع اسعار البترول اصبح من الاهميه بمكان، لذلك الدوله وجهت منذ 3 سنوات بدراسه وانشاء مشروع ضخم لتنميه منجم فحم المغاره. يبقى دي منطقه صناعات تعدينيه وصناعات مواد بناء. نتنقل بعد كده فين المواطن السيناوي، المواطن اللي عايش هناك، تتعمل اكبر نقله حضاريه للست مدن او الست مراكز في محافظه شمال سيناء. انا زرت المحافظه على مدار العشر 15 سنة اللي فاتت وشفت ما تم فيها من تطوير، شيء فعلا غير مسبوق. انت بتدخل مدينة العريش او مدينة الحسنة او الشيخ زويد، كل المناطق دي بتشوف نقلة غير طبيعية في النقل، في المية، في الصرف، ايضا في المرافق العامة، يعني اقسام الشرطة وشكلها، الخدمات الحكومية، انك تقدر تدخل مبنى للسجل المدني، للشهر العقاري، كل مناحي الحياة تطورت. الصحة، كان عندنا طبيب، عدد الأطباء 8 أطباء لخدمة 10,000 مواطن في شمال سيناء إلى 2013. بدأ الرئيس بالتوجيه إيه السبب عزوف الأطباء، مش عايز يشتغل في محافظات زي شمال سيناء، لقينا سكن الأطباء، طبيعة المستشفيات وحدثتها، المعدات، أفضل نقلة حدثت في مجال الصحة لو قسنا كل محافظات مصر، والتنمية في مصر شاملة بالمناسبة، يمكن النهاردة احنا بنتكلم عن سيناء لخصوصية الحدث، ولكن هو ده حدث في كل 27 محافظة. سينا بقى ما كانتش بتاخد أي حصة من التطوير في السنوات الماضية أصلا. عشان أروح أطور مستشفى هتخدم 20,000 مواطن في مدينة أو مركز، أنا عندي نفس المستشفى دي في بنها ولا في طنطا ولا في بني سويف هتخدم 400,000 و500,000 مواطن. فكان بالطبيعة صاحب القرار هنا يقول لا، أنا أحط الاستثمار ده في المكان اللي هيخدم عدد مواطنين أكبر. يجي هنا فلسفة القيادة، لا أنا عايز المكان ده يبقى جزء من بلدي، مرتبط جدا بالوطن، في كل سبل الحياة، عشان أقدر أخلي فيه جذب للمصري اللي عايش في الوادي والدلتا يتحرك هناك. وده هدف على مدار التاريخ محمد علي بدأه بالمناسبة، وعمل هو أول حد أنشأ مديرية العريش، كان محمد علي، وكان فكره انه ينقل الناس من الزحمه اللي في الوادي، وقته كان بيقول عليها ازدحام، ما بالك النهارده. فبدانا نبقى جاهزين لاستقبال مستثمر محلي، مستثمر اجنبي، مواطن مصري. اهل سينا نفسهم اصبح، انا بقول المحافظتين دول شمال وجنوب سينا، نسبه البطاله في حدود السنتين اللي جايين هتكون صفر. بالعكس هم يحتاجوا ايدي عامله. ففعلا حجم التنميه اللي هناك ضخم جدا، وبالتالي هيستوعب كل الايد العامله اللي موجوده في سيناء، فهيحتاج ايد عامله زيادة من بقيه المحافظات. بالظبط. يا نهار ابيض. طيب يمكن انا فاضل لي دقيقه، قول لي كمان، اصل انا مش عايز اروح بصراحه، انا سامع الكلام وانا مبسوط، حتى تلاقيني ساكت. فاضل لي دقيقه تزودني فيها. اقول لحضرتك ازودك حاجه مهمه جدا، وهي استدامه التنميه. فكره التنميه في سيناء عموما النهارده الانتجريشن، الربط، يعني ايه؟ يعني انا كنت ممكن استهدف التنميه في الصناعات التعدينيه واقول عندي ثروات تعدينيه وخامات محجريه واجيب شركات تستثمر في هذا القطاع وفقط، وبناء عليه يتم بعض الثراء للمقيمين واهل سيناء. لا، انا الفكر المره دي السياحه فيها تنميه، الزراعه فيها تنميه ضخمه جدا، البنيه التحتيه، الكهرباء والطاقه، السكان، الاسره، ان انا اعمل التعليم، اول مره يكون في سيناء جامعه، كانت جامعة العريش تتبع جامعة قناة السويس فرع فقط، النهاردة في عهد الرئيس السيسي أصبحت جامعة مستقلة بكل كلياتها، جامعة الملك سلمان في الجنوب. فإذا التنمية على كافة المحاور، فدي تنمية متكاملة، تنمية مستدامة، نقدر نطمن إن ما تم إنفاقه ال 600 مليار جنيه اللي أعلن عنهم دولة رئيس الوزراء واللي هيتصرف زيهم في الخمس سنين القادمة
أقدر أجني ثمارهم يعيشوا مصر كلها من خير هذه المنطقة الغالية علينا. أنا مش عارف أقول لك إيه. ليه؟ لأنه دي من أجمل، لا هي أجمل فقرة سمعت فيها وبإنصات شديد لحد بيتكلم عن التنمية في سيناء. أشكرك. بكلمك بأمانة. شوف بقى والله بجد، عندما يجتمع العلم، دكتور سمير بتاع اقتصاد، وبعدين الخبرة بتاع استثمار، وبعدين السياسة، فلما الثلاث حاجات دول وتاخدهم وهنتكلم على سيناء تسمع الكلام بالطريقه دي. اشكرك. العلم نور بجد. اشكرك يا فندم. لا بجد والله يا دكتور، اشكرك جدا يا دكتور سمير. كل الشكر ليك من قلبي. كل الشكر ليك دكتور سمير صبري، مقرر لجنه الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي. اتكلمنا على سيناء بثلاث زوايا، اقتصاد، استثمار، ما هماش بعيد قوي بس في فرق، وسياسه. هنتكلم تاني، ده مما لا شك فيه. حالا يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر ان شاء الله نكون موجودين معاكم بكره في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.